عسلامة مرحبا بكم أكيد الناس الكل اللي استنيتونا في الفيديو اللي وعدناكم بيهم. الناس المغرمين بالسبور، الناس اللي تحب تنقص الميزان متاعها، الناس اللي تحب تعمل دايت، الناس اللي تحب تعمل فوليوم بالكلير، كيف تنجموا تتابعونا باش نبداو معاكم في شهر رمضان، باش نتواصلوا حتى بعد شهر رمضان. أكيد أكيد فما برشا أسئلة باش تجي وجاتنا وقتاش نترينا في رمضان، قبل شقان نفطر، بعد شقان نفطر، شنو أهمية الدايت في رمضان؟ أكيد هذا برشا أسئلة وأكثر يستناو فيهم التوانسة العباد اللي تتبع فينا حتى من العالم العربي، يحبوا يعرفوا الإجابات نتاعهم. مش تكون عندي أكيد تكون معنا الكوتش فهد الكوتش بادي. فهد أهلا بيك حبيبي. عسلامة. شنو الأمور؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. دونك فهد، أول سؤال نحب نسأل، وقتاش نترينا في رمضان؟ بل شقال الفطر، بعد شقال الفطر. أنا واحد من الناس في مخي هكا إذا كنت تقول صحيح ولا غلط، بل شقال الفطر بساعة ولا ساعتين باش نمشي ديريكت ما نقعدش برشا عطشان. كمل لونترينمون تمشي ديريكت تشرب الماء. يعني مشكلتك الماء. قبل ما نبداو نحكيو على لي ديتاي، نرجعوا لتالي شويه. بريميرمون رمضان باذن الله شهر التقوى وعباده، هذه دون بريميير بارتي. دو دو، العباد الكل كل ما يقرب رمضان تبدا خايفه. سلام، باش نطيح المشكل اللي عملته، باش نكسر المشكل اللي عملته، باش نحسر برشا ماء، باش نبلبز، ما عنديش برشا وقت، زعما باش نخرج نتفرهد، زعما باش نقعد نترينا، شنو باش نعمل؟ نبداو بارتي بارتي. اول حاجه اسلام، اجابه على سؤالك انت اللي هي نحن اوبجيكتيفنا شنو؟ اسكو باش نطيحوا الماس غرا والا حاجتنا باش نعملوا اون اوغمونتاسيون مسكولير؟ يعني دابري فيزيون تاعك انت تو حكيت على روحك، احنا باش نفيزيو الزوز. باش نفيزيو الزوز، باه نحكيو ساعه بروميرمون على السؤال نتاعك انت في الكام تاعك انت وفي اي عبد في الكام تاعك انت اللي هو حاجته باش يطيح غريس او ميم طون يحب ماذا بيه دوما يكمل يمشي ديريكت يشرب. يعني لهنا تحب تقول لي وانك باش تترينا قبل بساعه مش اقل فتره، سلام، باش دوما تكمل ساعتك ديريكت تروح. بون، هي لهنا الحكايه تمشي من اسكو انت تنجم تترينا قبل دابري وقتك ومسؤوليتك والشارج اللي عندك، والا تترينا من بعد. كان انت تنجم تترينا قبل سوفي باش تفيزي لا ماس، نحكيو على حاجه اكزومبلير. باه نحكيو اكزاكت على وانك باش تطيح الماس غرا. دونك الماس غرا اللي انا عندي منه بزاف. اول حاجه لهنا نتلفت النظام الغذائي. اول حاجه باش نمشي لها قبل ما نخمم في الشرب وفي الماء وفي كذا، اوكي هذاك باش يجي بطبيعته ديريكت انفيزي، واني نظامي الغذائي سوفي كنت نترينا قبل وجاني رمضان، والا انا مانيش نترينا قبل وباش ندخل نابليكي ديريكت يعني لونترينمون في رمضان. فهمتني؟ دابري كانك انت هكا والا هكا، اول حاجه لازمك تعملها وانك تنظم نظامك الغذائي. يعني باللغه اوضح، لي كالوري اللي باش تدخلهم لبدنك يلزمهم توتالمون يكونوا اقل من اللي باش تحرقهم. معناها مش مهم وقتاش نترينا، مش مهم وقتاش نترينا طونكو انا نجم نحافظ على نظامي الغذائي سوفي من بعد والا قبل. يعني كان انت اخترت باش تترينا من بعد والا قبل، نورمال سوفي انت توي اوبليجي باش تترينا قبل والا من بعد، سي كو نورمال. واضح. فهمت؟ باهي، برشا حكيو كيف على الدايت في رمضان. وي. ديجا برشا يقول لك انا مانيش قاعد ناكل معناها في النهار. وي. في الليل فما حاجة أخرى معناها مفارقة صعيبة، يقول لك الماكلة في الليل مش باهية. شو نجمو نعرفوا الحكاية هذه؟ باهي، كيما قلنا من الأول راهو رمضان وإلا ماهوش رمضان، راهو يا إسلام أهم حاجة عندنا في الدومين نتاعنا النوتريسيون. يلزم ماكلتنا تكون منظمة، يعني يلزمني ما نخليش بدني يوصل للإجهاد العضلي في لونترينمون، سوفي باش نترينا ما بعد وإلا باش نترينا قبل، يعني ما نجيش أنا نعمل ساعة ونص في رمضان ونطوشي للماكسيموم نتاع الميوسك، لو حتى كان نترينا من بعد شقال الفترة وقت نقول أنا بدني يعني مخزون الجليكوجين معبي، لا لا لا، يلزمني نخلي روحي قبل نترينا مرتاح من غير إجهاد عضلي باش ما نعملش ان ديتروي للميوسكل نتاعي وما نضرش روحي. هذا كان عملت ان ديتروي للميوسكل ومن بعديك وفي رمضان وكيت روحي طيحت 4 كيلو 5 كيلو ونقول لا والله يعني طيحت في رمضان، لا انت ما طيحتش غريس، انت لهنا كسرت ميوسكل اللي انا لحاجتي به باش يتكسر، لا في البريز دو ماس والا في البريز دو سيش. لازمك تستهدف حاجه معينه، يلزمك تستهدف الجريس. الجريس اذا اوبجيكتيفك ديمينيسيون دو جريس، اذا اوبجيكتيفك اوغمونتاسيون دو لا ماس مسكولير، سي كو
باه. اول نصيحه ليا وانه اعرف كيفاش تلعب بالانسولين. كي نقول اعرف اش معناها تلعب بالانسولين، يعني مش انا مثلا انا تو في الكام تاع بريز دو ماس وباش نترينا ما بعد شقان الفطر، ما نمشيش ديريكت نجري للسورس نتاع الكربوهيدرات الطالع والسورس نتاع الفات طالع، نحاول نعمل انيكيليبر. لا ميم شوز للعبد اللي باش ينقص جريس، نحاول وانه اش معناها نعمل ايكيليبر. كان كربوهيدرات عندي طالع شويه الفات نخليه طايح، اذا عندي الفات طالع شويه الكربوهيدرات نخليه طايح، ونبعدهم على بعضهم. واحد نستعمله مثلا في الكام تاع البريز دو سيش، نستعمل دي سورس صغيره نتاع كارب سريع الامتصاص، ونخلي الفات للسحور، وهي كيف كيف باش تكون. ماذا بينا نحكيو ديما على الدهنيات المفيده. شنو ابغى نقص عليك مفارقه صعيبه هي رمضان نقول نتاع الطماخ ميه وي وي. كيفاش نجمو ننظموا رواحنا وما نحرموش رواحنا؟ نحن سوفي رمضان والا ماهوش رمضان، نجمو ما نحرموش رواحنا. راه كي نقول ان دايت وكي نقول مانيش باش نطلع في السعرات الحراريه، مش يعني باش نحرم روحي، راني نجم نعمل لي بلا سامبل مع الفامي وي ابتيت كونتيتي. يعني العباد اللي بحذايا تعبي صحنها من غير ما تحسب، نحن نختاروا صحيح بلا. يعني ديما تخلي الكونتيتي نتاعك اللي تدخلها اقل من العباد، راه حتى ماهوش كان في رمضان، نحن بطبيعتنا التوانسه نحبوا الطماخميخ حتى مش كان في رمضان هكا هو، نحن على طول العام ما شاء الله ديما مدلين. فوالا فوالا شوف ديما قلت انا الدهون الغير مفيده نزوليوها كومبليتمون. شوف عندك دهون مشبعه خفيفة، نجم نستعمل افوكا، نجم نستعمل سومون، نجم نستعمل لوميغا 3 في الحوت في الجو، فهمتني؟ يعني ماكلتي تنجم يكون البلان نتاعي فيه 4 كومبوزون 5 كومبوزون، مي بيو ينفعوني في بدني، مش مجرد اعطيني واني ندخل اون غروند كونتيتي نستف في روحي حتى كان باش نمشي نترينا من بعد ما نجمش، خاطرني ما عملتش ان ايكيليبر. دونك ديما عندك اون بون بريز دو ماس والا une bonne prise de sèche, نفس ستركتور، خلي ديما الكارب والفات اون ديزيكيليبر، مش الزوز مع بعض. نجم نحسبوا بها الكالوريات اللي كليتهم؟ بيان سور فما لي زابليكاسيون اللي نجموا نستعملوهم نحن. فما دي زابليكاسيون سبيسيو نجم تلقاهم، ايوما على جوجل والا على بلاي ستور. دخل شنو كليت؟ دخل انت اكزاكت كل برودوي ب 100 غرام يعطيك اكزاكت قداش فيه كالوري. وبيان سور قداش يساعدك فوالا فوالا انت بيان سور تعرف مستلزمات بدنك من كالوري قداش يستحق، ومن بعديك ديريكت لازم ديما الاقل ولا قد ولا اقل بقداش ندخل وقداش كيفاش هذه المعادله. شوف المعادله نتاعي لهنا ديما نحكيو على سوفي باش نطلع والا باش نهبط. يعني بوغ اون بريز دو ماس والا بوغ اون بريز دو سيش ديما نعمل ليكيليبر. اش معناها ليكيليبر اسلام؟ يعني مثلا نفترضوا اسلام بدنه يستحق 2000 سعره حراريه في النهار. انا ما نجيش تو دانكو باش نعمل اون بريز دو سيش نطيح 1000. فهمت اسلام شنو نحكي؟ يعني صحيح فوالا، يعني يلزمك تبدا بتطيح بال 150 100 200 300 جمعه ب 100 جمعه اللي بعدها 200 جمعه بعد تراجع شويه. بلغتنا نحن يلزمك تلعب بالسعرات الحراريه، البدن عمرك ما تخليه ستابل. ديما فما ديفيرونس ديما. هذا اللي باش نشوفوه اكيد في الحلقات القادمه ان شاء الله. تبارك الله جماعه، عندنا جوز حلقات، واحده باش تكون هكا نتجاوب فيها الاسئله نتاعكم اكيد اون ديسكسيون كما قال فهد، والاخرى باش تكون براتيك ان شاء الله. بعد 3 ايام تلقاو الحلقه في شان يوتيوب نتاعنا كيف على الفيسبوك تلقاو اكثر تفاصيل. دونك هذه حلقتنا الاولى فهد، ملتقانا بعد 3 ايام ان شاء الله. ان شاء الله ميرسي حبيبي.